مرحبا بكم متابعينا الأوفياء، أهلا وسهلا بكم في هذا البث المباشر. فربما هذا المشهد كنا نعتاد عليه فقط في البوادي وفي القرى السوسية التي تعاني ويلات وتعاني معاناة مريرة مع جحافيل الرعاة الرحال الذين عاتوا في الأرض فسادا ويلحقون أضرار جسيمة بممتلكات أهالي سوس في مجموعة من القرى. لكن ربما ظاهرة رعاة الرحال أصبحت اليوم تصل إلى المجال الحضري، فمن مقربة منازل الساكنة تشاهدون معنا هذه الجحافيل الكبيرة جدا من الجمال التي ترعى بمقربة من مساكن ساكنة هذه المنطقة، التي نتحفظ بطبيعة الحال على ذكرها حفاظا على سلامتنا بطبيعة الحال. فكما كتشوفوا يعني رعاة الرحال اليوم، بعد ما ربما كنا كنشوفوا يعني هذه المشاهد وكنا كنشوفوا يعني أفواج هائلة من الجمال التي ترعى مجموعة من المناطق القروية، والتي أصبحت الساكنة المحلية تذوق ناقوس الخطر وضاقت ذرعا جراء هذه الجحافيل الكبيرة جدا من الرعاة الرحال. لكن اليوم ولينا كنشوفوها الظاهرة أنها اقتحمت المجال الحضري ولم تعد حكرا على المجال البدوي والمجال القروي. فأنتم كتشوفوا على المباشر أفواج هائلة جدا من الجمال التي ترعى بالمقربة من محلات السكان وأيضا بمنازل الساكنة في قمة العبث وفي قمة الفوضى والسيبة بطبيعة الحال، ولا أحد ربما حرك ساكنا. كيف يعقل أن نرى هذه الأفواج الهائلة من الجمال تصل إلى المجال الحضري وتصل إلى مدينة أكادير ولا أحد حرك ساكنا من أجل وقف هذا النزيف؟ فبعدما ربما العديد من البوادي والقرى أصبحت تعيش بشكل يومي مع هذا المشكل الذي تم التطبيع معه وتم بطبيعة الحال يعني إطلاق يعني الأكوام هائلة من الجمال، إن لم نقل الآلاف من الجمال، التي أفسدت كل المحاصيل الزراعية وأفسدت أيضا مجموعة من الأشجار ومجموعة من الممتلكات ديال أهالي سوس. اليوم ها هي الجمال تصل إلى المدينة وتصل إلى مقربة من مساكن الساكنة المحلية كما كتشوفوا معنا على المباشر. والسؤال المطروح، من سمح لهذه الأفواج الهائلة وهذه الجحافيل عفوا من الجمال أن تصل إلى المجال الحضري، بعدما كنا نرى فقط يعني أن هذه الجمال ترعى فقط في المناطق القروية، لكن اليوم ها هي تصل بالمقربة من منازل ساكنة مدينة أكادير. ومع الأسف الشديد يعني هذا الإشكال أصبح مطروحا بحدة، وأصبحت هذه الجمال ربما ترعى أينما شاءت بدون حسيب ولا رقيب وبدون أي أدنى مشكل كما كتشوفوا معنا على المباشر. يعني علاش يعني تم السماح يعني بهذا الناس باش انهم يوصلوا لهذا الحد ديال الجبروت وهذا الحد ديال التسيب؟ لان يعني كنعرفوا بان مجموعه من المناطق الرعويه فهناك اشكال كبير ديال هذا رعاه الرحال اللي ولات ساكنه سوس تذوق ناقوس الخطر جراء هذا المعضله الكبيرة جدا اللي ولينا كنشوفوها، اللي ولات يعني تفشت بشكل كبير في مجموعة من المناطق بسوس العالمة. واليوم أصبحت سوس الرعاة الرحال. وإلى متى سيستمر هذا النزيف؟ وإلى متى سيتم السماح بالتسيب يعني بهذا الشكل؟ يعني أنتم كتشوفوا يعني شوفوا شحال ديال الجمال التي وصلت إلى محاذاة مساكن يعني ساكنة هذه المنطقة كما كتشوفوا معنا على المباشر. نتمنى بطبيعة الحال التدخل العاجل لوقف هذا النزيف والتدخل العاجل للحد من هذه الظاهرة التي أصبحت
تؤرق بال ساكنة سوس وتؤرق بال العديد من أهالي سوس الذين استغاثوا أكثر من مرة، لكن ربما الآذان صماء والمسؤولين لا زالوا يغطون في سبات عميق، ولا أحد أعار لاستغاثات ونداءات أهالي سوس أي اهتمام. فأنتم كتشوفوا يعني اليوم نرى أكوام، إن لم نقل أعداد عفوا كبيرة جدا من جحافيل الجمال تجتاح المجال الحضري بدون حسيب ولا رقيب. نتمنى أن تصل هذه الرسالة، ونتمنى أن يتم الحد من هذه الظاهرة التي أصبحت تتكاثر وتفشت بشكل كبير جدا هنا بسوز وبالضبط في مدينة أكادير، كما كتشوفوا أنتم بمحاذاة منازل الساكنة يتواجد هذا الكم الهائل من الرعاة الرحال الذين أصبحوا اليوم بدون خوف، يعني نقولها يعني كيرعوا بالأريحية، ولا أحد سيحاسبهم ولا أحد سيوقف صرفهم. ونتمنى بطبيعة الحال أن يكون هذا اللايف، بطبيعة الحال أي واحد اللي شاف اللايف أنه يبارطاجيه باش توصل الرسالة، لأن ساكنة سوس ضاقت ذرعا من هؤلاء الرعاة الرحال الذين أصبحوا يخربون كل شيء ويأتون على الأخضر واليابس، ولم يقفوا عند حد المجال القروي، بل تحدوا كل القوانين ليصلوا إلى المجال الحضري. وأنتم كتشوفوا يعني بالبث المباشر الصورة أمامكم.